دائما وأبدا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. مساء الخير أو صباح الخير على حسب الوقت بقى اللي بتشوف الفيديو. طبعا عايزة أقول لكم إزايكم، عاملين إيه؟ وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. لو لسه كده أول مرة بتشوف الفيديو بتاعي، ياريت كده تشرفيني وتنوريني بعملك اشتراك في القناة من الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو ده على طول، وتشغلي الجرس على الكل علشان كل ما انزل بقى فيديو يجيلك الاشعار بيه وتتفرجي عليه. متنسيش طبعا اللايك الحلو بتاعك ده اللي هيرفع الفيديو علشان ناس كتير تشوفه وتستفاد. طبعا النهارده يعتبر الفيديو اول مره اعمل معاكم فيديو بالطريقه دي زي ما قلت لكم، بس صراحه انا اتصدمت من المنظر اللي شفته وخفت، مش على ولادي بس، لا طبعا ولادنا طبعا كلهم واحد، و لو جرى حاجة لأي طفل حتى لو غريب عنك انت بتزعلي عشانه وبتحسيه كده كأنه ابنك او كأنه حد قريب منك جدا. كلنا بتقابلنا في حياتنا صعوبات وحاجات غريبة، بس لازم نتعلم منها ولازم ناخد بالنا. وياريت بقى اللي يشوف الفيديو ده كده يشيره ناس كتير علشان كلنا نستفاد ونخلي بالنا. قبل ما تشتري اي حاجة لازم تشوفي مدة الصلاحية بتاعها، لازم تكوني متأكدة ان هي يعني انت جايباها اصلا من مكان موثوق فيه وماركة كويسة، مش اللي هو اي اسم بناخده وخلاص. طبعا زي ما انتوا شايفين المنظر، انا اسفة طبعا على اللي انتوا هتشوفوه. اكيد انتوا هتقولوا لي يعني هي ما كانتش دي كانت في التلاجة او لأ؟ والله العظيم خارجة من التلاجة. عايزة اقول لكم بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، سوري طبعا على المنظر اللي انتوا شايفينه، انا ما كنتش حابة اوريه لكم، بس يعني الامانه بتاعتي ان انا قلت لكم لو اي حاجه انا شفتها وحسيت ان هي يعني هتفيدكم او حاجه ان انا شفتها وانصحكم بيها ان انتم ما تعملوهاش، فقلت لازم اقول لكم على المعلومه دي. طبعا دي علبه جبنه، كنت انا مش انا اللي كنت جايباها، كان جوزي جايبها. فاحنا طبعا بنستخدم الجبنه دي على طول، يعني انا عندي اصلا في التلاجة منها، يعني بصوا وعندي علب فرق كتير منها، بس اول مرة الاحظ الطريقة والشكل البشع اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بجد حاجة كده يعني انا مش عارفة هي ده ايه، او مش عارفة دي صلاحيتها منتهية، او يا ترى بقى كل اللي احنا جبناه ده اصلا كله كان حاجة فاسدة. حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد عارف ان الحاجة دي مش كويسة وحابب يدمر بها ناس. سمعت عن حاجات كتير بتنزل السوق وحاجات كتير بتتعمل، فما بقتش مصدقة. بصوا انا عندي كذا علبة من العلب دي اصلا، من الجبنة دي من النوع ده بالذات، عرب لاند دي طبعا يعني حاجة معروفة، مش اللي هو كده وخلاص، بس هي مش عبور، عبور لاند حاجة ودي حاجة. صراحة انا طعمها اصلا ما عجبنيش، يعني طعمها كطعم ما عجبنيش، بس طبعا علشان جوزي جايب حاجة انا ما اقدرش اقول له انت جايب ليه، هو حب طعمها وخلاص بياكل منها فمش مشكلة. كنت بخرج في يوم عادي كده وبطلع بعمل سندوتشات للولاد، لقيت المنظر البشع اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بشوف كده مدة الصلاحية اللي مكتوبة على العلبة، لقيت السنة، وطبعا هي بالشهور مش بالسنة، هي مدتها 4 شهور. ادور على الشهر علشان اعرف هي بقالها كام شهر، مش عارف السنة. اي نعم مكتوبة 22، بس الشهر بتاعها او الشهر اللي انا المفروض هحسب هي صلاحيتها كويسة او منتهية مش لاقية. فطبعا دي غلطة مني من الاول، ان هو حتى لو جاب حاجة لازم ندور وراه ولازم ان احنا ناخد بالنا، لان دي صحة ولادنا. عايزه اقول لكم ان انا مرات اخويا ربنا يبارك لها يا رب في ابنها، عندها الحته دي حلوه جدا. بصوا يعني اول ما حد يجيب حاجه لابنها او ليهم او للبيت شخصيا بتدور فيها. على فكره دي حاجه حلوه منها، انا اتعلمتها منها، بس للاسف زي ما انتوا شفتوا كده، يعني كان سهو مني ان انا اشوف المنظر اللي قدامكم ده وما اشوفش الصلاحيه بتاعه قد ايه.
فطبعا زي ما انتوا شفتوا لو الولاد طبعا بياكلوا هما بياكلوا ومش عارفين حاجة، فخدوا بالكم. واهم حاجة صلاحية الحاجة اللي انت بتجيبيها، واهم حاجة ان يكون ماركة كويسة وماركة انت عارفاها ومشهورة وتغليفها كويس وحفظ درجة الحرارة بتاعتها تمام. طبعا نزلتلكو فيديو شورتس كده علشان في بعض الناس بتحب الفيديوهات القصيرة، ما بتستمعش الفيديوهات اللي زي دي. فطبعا انا نزلت فيديو شورتس قبل كده، وعايزة اقول لكم ان انا بحبكم كلكم في الله، ويا رب كده يحفظ لنا اولادنا ويخليهم ويحافظ عليهم، ويا رب العالمين يبعد عنهم كل شر وكل حاجة وحشة. عايزة اقول لكم استودعكم الله، ولو انت بقى بتتفرجي كده على الفيديو ولسه اول مرة تشوفيني، اشتركي بسرعة كده في القناة من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو علشان كل الفيديوهات ان شاء الله اللي انزلها توصل. كنت هنا حابة أعرف أي نصيحة أو أي معلومة عن مدة الصلاحية، بس للأسف معرفتش. ولحد هنا يكون خلص الفيديو، مع السلامة.